مأساة حقيقية وقعت في ولاية الشلف، حيث توفي شابين وأصيب اثنين آخرين في حادث انهيار جرف بشاطئ سبعات، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة أمس في عملية إنقاذ سببها انهيار جرف متكون من أتربة وصخور بمنطقة صخرية بالقرب من شاطئ سبعات، بالضبط في منطقة تسمى البئر ما بين المنطقة الصخرية لاجيتار والشاطئ السالف الذكر. الجرف كان به 5 شباب، أين أصيب 2 منهم بجروح من مختلف أنحاء الجسم، وضحية واحدة ليس لها إصابة نقلوا إلى مركز الاستعجالات الطبية العمرية. هذا وقد عرفت هذه الحادثة وفاة شابين تحت الرذوم، حيث أخرج واحد والآخر لا زال البحث عنه لحد الآن. العملية تمت بحضور المدير الولائي للحماية المدنية مع رئيس وحدة العامرية ووحدة بوزجار. الضحايا تتراوح أعمارهم بين 36 و28 سنة، وحادث الانهيار الجرف بشاطئ سبيعات. عملية الإنقاذ التي تمت ليلة أمس بإشراف جهاز الحماية المدنية على المستوى الصخري تسبب بعد انهيار صخري خلف ضحيتين، وقد سخرت وسائل للعملية ب58 عون زائد 5 ضباط، 4 شاحنات إطفاء، 4 سيارات إسعاف، وزورقين نصف صلبة، وزورقين مطاطيين، وفرق سينو تقنية للكلاب المدربة، وفرقة للإنقاذ في الأماكن الوعرة، وفرقة للغطاسين. رحم الله الشابين وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والرجاء الحذر من مثل هذه المناطق التي يتم التخييم فيها من طرف الشباب دون أي وعي. ليكيب سلام عليكم. شوف الحاجة، علاش توجو الناس زعما لا تكومبي هنا، تكومبي تحت الجبل؟ حاولنا ما توزوج البارح هنايا، طاح عليهم الروشي ماتوا ساكن، كانوا 5 و3 سلكو زوج ماتوا ساكن. شوفوا دوزانهم عليك لي طوط تاعهم، شتو علاش جامي لا تكومبي وتكون فوقك جبل ولا حاجة دونجي؟ ها لي كلشي صار اريزيدا، الله يرحمهم مساكن، الناس ماتوا هنا البارح على جال واش كانوا كومبين هنا، يقدر عليهم ربي يكتب لهم طحروش عليهم ديالك ماتوا، ربي يرحم. المهم شبيبة جامي لا تكومبي كيما هكا، كومبي بلاصة فيت، ما تكومبيش هكذا تحت جبل ولا تحت وسمو ولا دونجي دونجي، الله يستر وفيه. السلام عليكم.